أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين وشفيعنا يوم الدين، سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نقرأ من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى، باب كثرة طرق الخير. وصلنا فيه إلى الحديث 12. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. رواه مسلم رحمه الله. هذا الحديث يبين أن من طرق الخير الموصلة إلى مرضات الله سبحانه وتعالى إتيان الجمعة بالآداب. مرحبا بالأسهب. جزاكم الله. ولذلك فهو يتهيأ لها بالطهارة، هو يحسن هذه الطهارة بالإصباغ، ثم يأتيها مستمعا منصتا، يعني يعطي للخطيب سمعه وقلبه وفكره حتى يستفيد. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ولا يأتي الجمعة مجرد أن الفرض يسقط، ولكن للاستفادة. كثير من الناس يذهبون إلى الجمعة لأن الجمعة فرض، ولا يذهبون للاستفادة. ذلك إما أنه يواظب على الذهاب متأخرا، يعني بعض الناس يعني ربما لا يعرف هيئة المسجد الذي يصلي فيه، لأنه دائما يصلي في الخارج في الشارع، وهو لا يأتي إلا الجمعة، وبالتالي لا يعرف. لو رأى صورة المسجد من الداخل لا يعرف أنه المسجد الذي يصلي فيه. وبعضهم يأتي منشغلا، يعني بعضهم يأتي بالأطفال الصغار جدا، يعني ليعودهم على المساجد، لكن يمكن أن يعودهم في الصلوات غير الجمعة، لكن في صلاة الجمعة يعني إما أنه سيضطر إلى الكلام معه أو مع أحد، وحتى إن لم يتكلم فقلبه مع الصغير وليس قلبه مع الخطيب. نعم، قد يضطر الإنسان أحيانا إلى مثل ذلك ليكون أحد بالبيت أو المرأة مريضة أو شيء، لكن نحن نتكلم عن الأصل وليس عن الحالات الفردية. وبالتالي إن لم يصلي في الجماعات ولا يذهب إلى دروس العلم، حتى الخطبة لا يستمع إليها، فمن أين يأتي الخير يعني؟ لكن إن فعل ذلك فالله سبحانه وتعالى يعطيه المغفرة. بينه وبين الجمعة الثانية مع زيادة 3 أيام، لأن الحسنة بعشر أمثالها. ومن مس الحصى فقد لغى، يعني يبين أن الإعراض عن الخطيب بأدنى شيء يعني يجعل صاحبه في لغو. فالذي يذهب بأبنائه الصغار كما ذكرنا لا شك أنه سيكون في لغو،
ولا يكون في استماع ولا إنصات. والذي يذهب إلى الجمعة مستمعا منصتا يستفيد ويعلو إيمانه ويفتح الله عليه بالخير. هذا باب من أبواب الخير، يعني لا ينبغي للناس أن يتهاونوا فيه. تفضل. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كانت بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. رواه مسلم رحمه الله. هذا الحديث في الطهارة في الوضوء، يبين فيه تفصيل المغفرة بسبب هذا الوضوء. وبعض العلماء يعني ينبه إلى استحضار الطهارة المعنوية، طهارة الباطن مع الطهارة الحسية، وذلك يعني ينبه عليها مثل الغزالي مثلا في أحياء علوم الدين. والإنسان إذا استحضر ما ذكره الغزالي أو غيره في هذا الباب يعني هو فعلا يستفيد يعني، ويستشعر بفائدة هذا الوضوء في باطنه مع ظاهره، ويفرح بهذا الوضوء، لا يراه يعني ثقيلا كالجبل، ولكن هو يفرح لأنه يخفف عنه الخطايا والذنوب. فالإنسان يستحضر طهارة الباطن مع طهارة الظاهر، ويستحضر إزالة المعاصي التي وقعت منه، وكل ابن آدم خطاء، ويستحضر هذا كله إجمالا وأيضا تفصيلا، لأن الحديث فصل نظر إليها بعينيه ويداه والرجل، ولم يذكر الرأس، ولكن إيه الغزالي يعني يقول يستحضر إزالة الأفكار الرديئة في مسح الرأس، يستحضر الأفكار الرديئة التي تأتي في ذهن الإنسان ينوي إزالتها. فهذا الحديث يبين فضل الوضوء وعظمة التشريع، وأن ما يشرعه الله سبحانه وتعالى للعبد يعني هو خير له، سواء علم أو لم يعلم، سواء علم الحكمة أو لم يعلم. لأن كثير من الناس لا يسمع بهذا الحديث أو لم يعلم هذا الحديث، فالمعنى ذلك أنه إذا توضأ لا يغفر له، لا يغفر له إن لم يعلم بفضل ما يفعله يعني. وكذلك في كل عبادة هي فيها خير سواء علمناها أو لم نعلم. ماشي، تالي. وعنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. رواه مسلم رحمه الله. إذا من
سبل الخير الصلوات، الصلوات الخمس ما بينهن مكفر إذا اجتنبت الكبائر وما كان متعلقا بحقوق الله سبحانه وتعالى، بين الصلاة والصلاة والجمعة إلى الجمعة، هذا في الأسبوع، ثم في العام رمضان إلى رمضان، كل هذا مكفرات ما بينهن. الإنسان يخطئ سواء علم بأخطائه أو لم يعلم، والذنوب تكتب ولا يشترط فيها العلم بأنها ذنب، لكن إذا فعلتها وهي ذنب كتبت عليك خطايا، لكن الله سبحانه وتعالى يعلم من خلق ويعلم أنه كثير الخطايا، كل ابن آدم خطاء، ولذلك لما كثرت الخطايا شرع الله سبحانه وتعالى الأشياء الكثيرة التي تمحو هذه الذنوب وهذه المعاصي. إذن فالعبادات ترجع على العبد ولا ترجع إلى الرب، فالإنسان هو الذي يستفيد من العبادة، من تكفير الذنوب أو حتى رفع الدرجات. أما الله سبحانه وتعالى فهو يشرع ذلك لحكم كثيرة قد نعلمها، قد نعلم بعضها فقط، قد لا نعلمها أصلا، ولكن لما الإنسان يستقرئ الشريعة يعلم بما يفهم بأن الله سبحانه وتعالى رحيم، وأنه قد شرع هذه العبادات ليستفيد منها العبد، يكفر بها خطاياه ويرفع بها من درجاته. فإذا وردت شرائع أخرى لم يفهمها فإنه يقيس على ما يفهم ويستسلم لأمر الله سبحانه وتعالى، ويعلم أن فيه الخير سواء علمه أو لم يعلم. ماشي. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى. قال: إسباب الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. رواه مسلم رحمه الله. الحديث يبين ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات ابتداء أو باعتبار أحوال الناس، إن كان الفعل يمحو الله به الخطايا، فإن لم يكن له خطايا هذا المكلف في هذا الوقت ليس له خطايا، يرفع الله به درجاته. من هذه الأشياء التي يمحو الله بها الخطايا إسباغ الوضوء على المكاره، لأن إسباغ الوضوء أحيانا يكون فيه كراهة على النفس، كالوضوء بالماء البارد في الشتاء، وأحيانا يكون عكس ذلك مثل الماء البارد في الصيف، فهو يفرح بالماء البارد. لكن إسباغ الوضوء وإكماله على المكاره هذا يدل على إيه؟ بعد الإنسان على أو عن النفاق، بعد الإنسان عن النفاق، أنه لا يراه أحد، وكان ويعلم أنه يكفي أن يأتي بالوضوء مرة، لكن مع ذلك يعني يسبغه على كره. وإذا أسبغ الوضوء على المكاره تدرب على الصبر على العبادة، فكل ما يأتي فيه كره
كالجهاد كتب عليكم القتال وهو كره لكم، فيكون قد تعود على ذلك أنه يأتي بشيء تكرهه النفس. إذن ففي فضيلة في نفسه، وهو يعود النفس ويدربها على فعل ما تكره. ومن ذلك كثرة الخطى إلى المساجد، تعمير بيوت الله سبحانه وتعالى، أن الله يحب ذلك، وفي فائدة للعبد بأنه يذهب إلى بيت الله سبحانه وتعالى، وحق على المزور أن يكرم زائره. وهذه البيوت المساجد لم تبنى من أجل الزينة والمباهاة، إنما تبنى لذكر الله سبحانه وتعالى وتعميرها، وعمارها بالعبادة أفضل. مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان بسيطا، ليس فيه فرش وليست فيه أضواء، ولكن كان يضيء بالأفعال التي كانت تفعل فيه. فالمساجد يجب أن تكون منيرة لمن بداخلها ومنيرة إلى من خارجها، يعني تكون في كل مكان هي النور الذي يهتدي إليه الناس، سواء كانوا في الداخل أو حتى في الخارج. الإضاءة إذا كانت قوية لا تقتصر على مكان ما، وهذه الإضاءة تأتي بالأعمال. حتى بعض المساجد التي يكون فيها دروس وأذكار وتلاوة قرآن وحلقات علم وذكر، إذا دخلت إليها تجد راحة نفسية أكثر من غيرها. لكن مجرد البناءات والمباهاة فهذا لا يجدي كثيرا، يعني وإن كان يثاب على البناء، لا نستطيع أن نقول بخلاف ذلك يعني. وانتظار الصلاة بعد الصلاة، هذا أيضا مما يمحو الله به الخطايا يرفع به الدرجات، لأن الإنسان يكون قلبه معلقا بالمساجد وبالصلاة وهي في ذهنه دائما، بخلاف المنافقين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، لكن المؤمن يصلي وينتظر أيضا الصلاة التي تلي ذلك. وهذه الأشياء يقول هي الرباط الحقيقي، الرباط هو يقولون ملازمة الثغور، الأماكن التي تواجه العدو. إذا كان العدو في مكان فالسكنة والإقامة في مواجهته يكون على أهبة الاستعداد لصد العدوان إذا كان هناك عدوان، فهذا هو الرباط. لكن هذا الرباط يكون في وقت قليل، أسبوع، شهر، عدة أشهر. أما الأشياء القلبية ومجاهدة النفس فهذه يعني دوما الإنسان لا ينفك عنها طرفة عين. إذن في العبادات القلبية يعني توصف بالرباط، لأن مجاهدة النفس أشد في وقع الأمر من مجاهدة العدو. ولذلك قد تجد إنسانا قويا جدا يعني له بأس ونكاية في العدو، لكن إن ترك الرباط والجهاد وعاد إلى حياته تجده قد يقع في الفواحش. أين القوة؟ ذهبت القوة. فهو في مواجهة العدو يستطيع أن يصمد، أما في مواجهة النفس التي في داخله فهذه يعني أمور صعبة، لأنها كما قلنا معه دائما، معه دائما لا ينفك عنها، وهي معه أمام الناس وفي الخلوة وفي الجلوة وفي كل وقت. ماشي.
وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. متفق عليه. البردان الصبح والعصر. يعني إن كانت الصلوات يعني مطلوبة ويثاب عليها الإنسان، إلا أن بعضها قد تكون أشق على النفس من بعض الصلوات الأخرى، من ذلك البردان. وقال: من صلى البردين دخل الجنة. الإمام النووي رحمه الله قال: هي إيه؟ الصبح والعصر. الصبح واضح، صلاة الصبح واضحة، لأنها يكون فيها الإنسان في نومه، وإن كان في الصيف فهو لا يستطيع النوم من شدة الحر إلا قبيل الصبح، لأن الجو يبدأ في البرودة. وإن كان في الشتاء فالبرد يجعل الإنسان تحت الأغطية مستدفئا، يعني يتكاسل أن يقوم من نومه، خاصة إن كان سيصلي في الجماعة. والعصر هي يعني مظنة الانشغال في الدنيا وفي المصالح. هذا في الغالب، وإلا قد أحيانا قد يكون الإنسان عنده الظهر هي التي فيها مشقة، قد يكون ذلك أحيانا. لكن على كل حال، يعني من واظب على الصلوات يدخل الجنة، خاصة إن كانت الصلوات فيها نوع من المشقة مثل الصبح والعصر. طيب، سنقف هنا. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.